تتواصل احتفالات شمال سيناء بالذكرى 41 لتحرير سيناء. وللمزيد ينضم إلينا من العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، اطلعنا على الأجواء الاحتفالية بمناسبة الذكرى 41 لتحرير سيناء لديك. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، وكل عام والشعب المصري بخير بمناسبة عيد تحرير سيناء. ربما يعني رصدنا خلال الأمس واليوم بعض الاحتفالات الخاصة بعيد تحرير سيناء، سواء بوضع إكليل الزهور أو ببعض الافتتاحات التي حضرناها بالأمس واليوم. ولكن إذا ركزنا أكثر على اليوم، فبدأت الاحتفالية عن طريق افتتاحات أيضا خاصة ببعض القرى التي كانت تأثرت تأثر مباشر من الإرهاب سابقا، ولكنها عادت إلى طبيعتها وعاد الأمن والأمان إلى هذه القرى. على سبيل المثال قرية الروضة التي كنا بها اليوم، ورأينا آليات التطوير داخل هذه القرية وافتتاح لمركز شباب مركز شباب الروضة. وهذا المركز يعني كان بها العديد من النشاطات اليوم والاحتفالات المختلفة بعيد تحرير سيناء، شارك بها الأطفال والرجال والسيدات وكل من هو في حتى العريش بشكل عام وشمال سيناء جاءوا ليشاركوا في هذه الأنشطة اليوم. وبجانب هذه الافتتاحات كان هناك أيضا يعني تنمية لبعض الحرف اليدوية والتراثية الخاصة بشمال سيناء، ومساعدة أهالي الروضة وتحديدا السيدات على إعادة إحياء هذه إعادة إحياء التراث أو هذه الحرف مرة أخرى. ثم بعد ذلك استكمل الاحتفال بعودة هامة جدا لمدينة العريش وشمال سيناء، وهو مهرجان الهجن. هذا المهرجان الخاص بسباق الجمال الذي يشارك فيه القبائل المصرية وغير المصرية. شارك اليوم أكثر من 20 قبيلة، ما يقرب من 500 شخص شاركوا بالفعل في هذا، أو جمل شخص وجمل في هذا المهرجان اليوم. شاركة مصرية وعربية عاد بعد انقطاع 10 سنوات متواصلة بسبب بالطبع الأحداث التي كانت في مدينة العريش، ولكنه عاد الآن ليرسل رسالة سلام للعالم أجمع أن شمال سيناء آمنة ومستقرة، وبالعكس تماما بل هي قابلة الآن لاستقبال السياحة. السياحة لا تقتصر فقط على هذا المهرجان، بل أيضا لاستقبال السياحة الشاطئية وأيضا غير الشاطئية وإحياء التراث. وتم بالفعل افتتاح معرض ديارنا داخل أو على هامش مهرجان الهجن، وتمت فيها عرض جميع منتجات سيناء من ملابس سيناوية خاصة وبانطراز فريد لسيناء، وأيضا بعض المنتجات الخاصة أيضا بشمال سيناء مثل الزيوت وغيرها من المنتجات. وخلال أيضا يعني هذا اليوم تناقشنا مع الأهالي، وكان فرحتهم كبيرة بهذا المهرجان لعودة الأهالي وعودة المصريين للعريش. ربما من خلف الصورة أيضا توضح بعض الأنوار والإضاءات المبهجة نوعا ما. هذه الإضاءات هي استعداد للحفل الكبير الذي سيقام غدا في مدينة العريش. هذا الاحتفال أو الحفل الكبير سيشارك فيه العديد من الأهالي والكثير من الأهالي من المحافظة وخارج المحافظة، وأيضا سيقوم بإحياء هذا الاحتفال أو هذا الحفل الكينج محمد منير وأيضا الشيخ محمود ياسين التهامي. لذلك هي عدد كبير من الفعاليات لا تتوقف تماما، ليست لمجرد يوم واحد هو 25 من إبريل، ولكن مستمرة على مدار عدة أيام. وبالطبع تابعنا الافتتاحات السابقة وسنتابع على مدار الأيام أيضا القادمة باقي الافتتاحات في جميع المجالات، سواء كانت صحية أو حتى خدمية أو تعليمية أو حتى رياضية كما ذكرنا اليوم مركز شباب الروضة. وبالطبع سنتابع هذا الاحتفال معكم غدا، والآن أعود عليكم. نعم، وتستمر الاحتفالات بالذكرى 41 لتحرير سيناء. من العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كنت معنا، شكرا جزيلا لك.